بتعمل ايه بيه بقى؟ بتفتحه؟ لا 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 لا، مش هفتحه طبعا. مثلا معايا 3 تليفونات. معاك 3 بس. يلا. معاك 3 بس. شكرا جدا يا جماعه، سعيد اني اتعرفت عليكم. اختار 3 اختار تليفونين منهم. اختار تليفونين منهم. اخد ده وده. يلا. ميرسي لذوقك. خليه مع حضرتك. اتفضلي. شكرا جدا. اوكي. شكرا جدا لحضرتك. استريح هنا بعد اذنك. استريح هنا. بتوعكم؟ بتوعهم الاثنين. تعال هنا لو سمحت. هنختار لعبتين وانت اللي هتحدد لي العب دي مع مين ودي مع مين. اديني تليفون اول العب بيه. دي تليفون. خد ده. اوكي. خلي ده مع حضرتك في جيبك طول الوقت. اديني تليفون حضرتك. التليفون ده بتاع مصطفى. خلي ده مع حضرتك طول الوقت. اتفقنا؟ مصطفى. هلعب معاكم لعبتين. رياكشناتك صعبة. بص لي كده ليه طيب؟ أنا بضحك على رياكشناتك. طيب خليني أقول لك، إديني تليفونك لو سمحت. ونشوف اللعبة دي معاك. بص إحنا فتحنا موبايلات كتيرة بإيه؟ بإيه فاكر؟ لا مش فاكر. بأوبن يا عزام. أوبن يا عزام. دكتور نسيت صح؟ إزاي؟ كده. أوبن يا عزام يأوبن. بس خلينا مقفول قافل دلوقتي متفتح. اتفقنا؟ حافظ الباسورد بتاعك؟ زعلان مني كده ليه؟ عارف الباسورد بتاعك صح؟ ايه رايك؟ مالكش دعوه بيا. لو فتحت مالكش دعوه بيا خالص. لو فتحت انت التليفون ده بنفسك. انا اللي هفتحه؟ يلا. عايزك تختار اي رقم يعجبك. اي رقم. قول لي عليه رقم كام؟ كام؟ 8. 8. بداية القصيدة كفر زي ما بيقولوا. أول رقم في الباسورد مش 8 صح ولا لأ؟ صح. أول رقم مش 8. عايز حضرتك تختاري أي رقم يخطر على بالك. 3. خلينا على طول 8 3. حتى لو تاني رقم 3 هو اوريدي أساسا أول رقم غلط، أول ديجيت موجود غلط فغلط. اختار أي رقم من الساعة بتاعتك. كام قبل ما يفصل؟ عايز إيه؟ أي رقم من الساعة؟ 6. 6. الباسورد بتاعك كده ماشيين صح؟ كده مش صح. اختار اي رقم يعجب حضرتك. 5. اختار لي رقم يعجب حضرتك. 2. لو كتبت اخر رقم دلوقتي الموبايل يفتح ولا لا؟ مستحيل. غمض عينك كده، فكر في رقم من 1 لـ 5. من 1 لـ 5 افتح عينك قولي عليه. 2. تأكد انها مفتوحة يا دكتور. فتحت الباسورد بتاعك بباسورد تاني خالص. ممكن تقفله؟ انا ما بفتحوش بالباسورد اصلا، انا بفتحه بباسورد صباعي. ممكن بقى تقفله عشان اقول لك الباسورد الصح كام؟ اقفله كده. مصطفى اتدخل. اقفل الموبايل؟ اقفله. يلا عشان اقول لك الباسورد الصح. مصطفى كده مفتوح مصطفى؟ كده مفتوح. اعمل اي حاجة حضرتك عايزها. قفلته. يلا عشان اقول لك الباسورد الصح كام. افتح الموبايل، اكتب الباسورد اللي عملوه لك ده. بص في عيني. يلا. فكر في رقم من 1 لـ 5 قولي عليه. كام؟ 3. اكتب 3. الباسورد بتاعك ما فيهوش 3، الباسورد بتاعك فيه 3 ارقام متشابهين. فكر في رقم من 1 لـ 3 قولي عليه. كام؟ 1. الباسورد بتاعك اوله 1، وطالما 3 ارقام متشابهين يبقى 3 وحايد. اكتب 3 وحايد. اوكي. 3 و1 الفرق بينهم كام؟ مستني ايه؟ اكتب 2. 2 × 3 بكام؟ 6. 6. تكتب 6. 1 2 3 6. بص في عيني كده، اكتب اخر رقم 4. فتح. مش ده الباسورد بتاعك برضه؟ الرقم ده صح يا مصطفى؟ بجد ما انت عرفت منين؟
اوكي شكرا جدا لحضرتك. الحان دورك بقى. الحق غير الباسورد. تروح يا مصطفى. خليك لسه. طيب تعالى نعمل